مرحبا، معكم توني. اليوم رح احكيكم شو هن الفيلم كاميراز اللي لازم تتجنبوا تشترون بال 2024. من فترة طويلة عملت فيديو فصلت فيه أنواع مختلفة من الفيلم كاميراز. عم نحكي من الـ 35 مليمتر بوينت اند شوت للـ SLR رينج فايندر ميديوم فورمات وأنواع مختلفة، وكنت حاطط كل واحد لشو كل نوع كاميرا شو استعملتها وين بتنجح أكتر، وهذا الشيء ممكن يفيد واحد وقت بده يشتري كاميرايات يقدر يعرف حسب هو استعماله اليوز تبعه أي سيستم يروح عليه. رح حط هذا اللينك فوق، ممكن تحضروه بعدين هذا الفيديو. I think إنه ممكن يكون مفيد جدا. اليوم بدي أحكي عن شيء تاني. اليوم بدي أحكي عن شو هن الكاميرايات اللي أفضل واحد يتجنبها وما يجيبها. أسباب مختلفة. هلا بطبيعة الحال أنا عم بحكي بالمطلق، في exceptions وفي كمان تجارب شخصية. أنا عم بحكيكم من تجارب الشخصية، يعني شاري كتير كاميرايات وبيع كتير كاميرايات ومستعمل كتير كاميرايات، وأنا عم بوصلكم أنا الاستنتاجات تبعي. بطبيعة الحال في أخذ وعطى بالموضوع يعني، وفي exceptions، بس in general الموضوع العام hopefully رح يكون مفيد. تانيا رح احكي شوية reasons حاطتهم انا هون تما انسى شيء. ببلش بالاول، هو بدك تعمل research، يعني اول شيء بدك تعرف انت جايب هالكاميرا لشو، شو استعمالاتها، وين رح تستعملها، كيف رح تستعملها، كل هالتفاصيل. This is very important. هذا شيء مهم كتير تقدر تعرف انت هالكاميرا رح تكون مناسبة لألك ولا لا. يعني مثل صغير، يعني اذا انت بتصور عبالك تصور portraits، او انت مثلا عم بتصور استوديو، اكيد ما رح تشتري كاميرا مثلا فيها السينك سبيد تبع الفلاش ماكسيمو على 60 من 60 ثانيه. سو بدك شيء مثلا مثل ليف شاتر سبيد لينس تقدر تسينكرونايز مع كل سبيدز. مثلا اذا انت مثلا بدك تصور ستريت فوتوغرافي، ما بدك مثلا خلينا نقول لينس ميديوم فورمات كاميرا مثلا، اللي هو كل شيء له شيء بطبيعة الحال. So research is very important تتعرف انت اي نوع فوتوغرافي عم تصور او بدك تصور، واي كاميرات انسب لهذا الموضوع. واحد. اثنين، بدي احكي عن الاكسبيرينس تبعك بالتصوير. يعني كل ما تكون انت اكسبيرينس اكتر بالتصوير، كل ما تعرف exactly شو عايز وشو مش عايز، وتعرف مثلا اذا واحد مبلش جديد فوتوغرافي وما بيعرف كتير تفاصيل او ما عنده اكسبيرينس طويلة بالفيلم فوتوغرافي، بيروح بيشتري كاميرا مثلا مثل فول ميكانيكال كاميرا ما فيها لايت ميتر ما فيها شيء، رح يتلبك فيها، رح ينعجي، رح يجي تيصور بده يصير يشيل الموبايل تبعوله تياخد ريدينج لللايت ميتر، او بده يتعلم السنة 16 ورح يخبص كتير، ما رح تكون اكسبيرينس حلوة بالنسبة له. So أفضل يروح بشيء يسهل له حياته بالأول مثلا. So knowing أنت الـ level of expertise تبعك بالموضوع ممكن تساعدك كتير. هيدي شغلة تانية. هلأ بخصوص الكاميرايات ومن وين تنجاب وشو تنجاب وشو ما تنجاب، يعني أول شيء أنا بقول وقت بك تشتري كاميرا وين بدك تجيبها بالأول. أنا my recommendation is تجنبوا مثلا الفيسبوك marketplace. كمان هذا الشيء مش بالمطلق لانه ممكن تلاقي ديلز sometimes، بس عم بحكي من اكسبيرينس تبعولي يمكن 70% كانوا سبامز من صبر صراحه. يعني بحطوا لك كاميرا وبحطوا لك سعر، اول ما تحكيهم بيبعث لك مساج عم ببيعك مثلا ما بعرف موبايل او كنبايه. So most of them is clickbait وهيك. وفي كتير عالم كمان منه جديه بهذا الموضوع حسب عم بحكي خبرتي الشخصيه هون. هلا كمان برجع بعيد للمرة الألف إنه ما في شيء بالمطلق. أنا بعدني لليوم برجع بتطلع من وقت لوقت على الماركت بليس فيسبوك، بس إن جنرال ريرلي بتوفق صراحة. سو عم بوفر عليكم تضيع وقت. هيدي واحد. اثنين، بدي أحكي عن وهذا الشيء ممكن تو باك فاير علي، بس اللوكال شوبس خاصة أنا عايش بالإمارات وعم بحكي عن ماي إكسبيرينس. هلا تسمعوا كل العالم بيقولوا لكم انه ايه support the local shop support the local shop، وانا I'm all in بالمبدأ لهذا الموضوع.
بس كمان خبرتي بالموضوع وجربت كتير معهم في شوية حسيت greediness إذا بدكم ما بعرف. أسعارهم صراحة مش مقبولة, يعني الكاميرا اللي ممكن تجيبها بخلينا نقول $100 ببيعوك إياها $300. ما عم بفهم ليه صراحة, يعني كأنه مفكرين إنه ما حدا عنده أكسس على الإنترنت أو ما حدا عنده أكسس أونلاين تيشوف الأسعار. يعني الأسعار صراحة غريبة جدا. وأنا كتير عطيت فرص واشتريت من عندهم قصص. عم بحكي السكند هاند كاميراز, يعني فيلم كاميراز, مش عم بحكي قصص جديدة. جديدة سعرها عادة بيكون ستاندرد everywhere, بس عم بحكي فيلم كاميراز مثلا. الكاميرا اللي ممكن تلاقيها على اي باي ب $100 بتلاقيها عندهم ب $300 أو أوقات أكتر. سو هذا الموضوع, بعرف عندهم payments وعندهم موظفين ومحل وكل شيء, بس كمان بالنهاية أنا بهمني الاند يوزر اللي عم بيصور هو, وبهمني أنا value for my money. وقت يكونوا المارجن كتير عالي أكتر من 10% و 20% it doesn't make sense برأيي. سو هاي شغلة ما بعرف كيف تاخدوها, بس إنه this is my experience. يعني بطلت روح فتش عندهم على كاميراز دغري بروح غير محلات. محلات اللي أنا بفتش عنها هن basically دوبزل, لأنه في personal عالم عادي عم يبيعوا كاميرايات, بتشوف السعر أونلاين وبتناقش وبتاخد وبتعطي معهم. إذا وصلتوا لديل I think this is okay. eBay هو رقم واحد أنا برأيي, لأنه يعني خلينا نقول أنا عم فتش على أوليمبس مثلا OM1, إذا ببرم هون على دوبزل وببرم بالشوبس وببرم وين ما كان ممكن لاقي وحدة, وعلى الأرجح يمكن ما لاقي مثلا. بينما بتفوت على الإي باي عندك 100 أوبشن, كل واحد سيلر فيك تشوف هو الريفيو تبعه وقدي برسنتج تبعه له ريكومنديشن, وفيك تحكي معه وفي سيفتي إذا صار ما صار تردله. يعني I think it's a better option بالمطلق. هلا اوكي بطبيعة الحال الموضوع بيتأخر تتطلبها وتتجي ودليفري وعندك shipping charges وهالتفاصيل, بس you have all the options. هاي شغلة. واخيرا في shops مثل camera store مثل KEH وهاي دولة اوكي فيهم كتير advantages, انه وقت عم تشتري الكاميرا في عالم professional they're checking the camera, بيعنوا لها CLA, بيعطوك تفاصيل عن شو مشاكلها وشو مشاكلها, كل هولي very positive. بس again they're on the high side, يعني أغلى بمرة ونص يمكن أوقات أكتر. هاي مشكلة صراحة, لأنه إذا واحد بيعمل research تبعوله مزبوط على eBay ممكن يلاقي similar camera with a great shape from a seller باليابان بسعر أقل 30-40%. So, حسب قد ايه انت لك جلد تعمل ريسيرش وتفتش, بس انه you can فيك to get a better deal on eBay than KEH وغير محلات مثل KEH. In addition to that, يعني my experience معهم كمان جربت مرة لانه KEH وغيرهم بيشتروا بيبيعوا كاميرايات, so I tried to sell them some of my cameras والاسعار اللي بيعطوك اياها بصراحة مش مقبولة. يعني كاميرا اللي سعرها عن KEH خلينا نقول $1,000 عم بيبيعوها بيشتروها منك ب $150. سو تنقول ما حبيتها منهم at least يعني. سو هاي شغلة. هلا شو هن الكاميرات بالتحديد اللي جربت فداهم؟ يعني اول شيء بلش old Leica cameras, يعني عم نحكي مش الام ماونت مش الام 2 ام 3 ام كل هولي, عم بحكي L39 هن البارنك Leicas. إلا إذا كتير عارف من مين عم تشتريها وين عم تشتريها. ليه؟ لأنه هول الكاميرايات وقت صار في الاتحاد السوفيتي فاتوا وخسرت ألمانيا وفاتوا أخذوا المعامل تبعهم بلشوا يصنعوا هن كاميراياتهم الاتحاد السوفيتي. سو عملوا كتير كاميرايات شبيهة باللايكاز, منهم مثلا أنا هعطي example اللي هن مثلا مثل الفاتو, مثل الزوركي كان عندي إياها الـ4K, زنت, في كتير كاميرات يعني. سو المشكلة هون إذا ما عم تعرف مني عم تشتري في كتير منهم فيك, يعني بياخدوا parts من الراشن like اتحاد سوفيتي كاميرات مثل فاتو وبيركبون على اللايكا بيكون فيها parts مش مزبوطة, بحطوا engraving لايكا ببيعوها as لايكا, وبتكون هي بالنهاية
عم تشتري فاتو او شيء من هالنوع. It's tricky الموضوع تتعرف unless انت خبير بالموضوع, بس in general تفيدون هول الا اذا عارفين exactly من وين عم تشتروا هول الكاميرايات. هاي شغلة واحد. اثنين, والاهم من هيك هو ال old point and shoot cameras expensive ones بالتحديد. يعني في كتير point and shoot مثل الأوليمبس لقدام, في كانون, النيكون عندهم ال 35AL أو شيء هيك نسيت, والكانون شور شوت وهالتفاصيل. هلأ في منهم ستيل أسعارهم مقبولة جدا, بتجيب على الكاميرا ما بعرف $70 $100 اللي هن $120, أوكي مقبولة. هول كاميرات ليه؟ لأنه هول خطرين, هول إلكترونيك كاميراز كلهم بيشتغلوا على البطارية, وفيهم وأكيد عم تحكي أعمارهم بالثلاثين أربعين سنة هالقد, سو ما بتعرف أي نهار بتوقف الكاميرا ما بتعود تشتغل, وأكيد الأوقات ما بتتصلح أو it's not worth, مش حرزاني يعني to go into تصليحها. هلأ on the cheaper version, قصص الأرخص fine, واحد بيقدر يجيبها electronic shutter مش إشكال. مثلا مثل عند الأوليمبس الأوليمبس XA2 XA بعضهم كلهم مقبولين, يعني عم تحكي $100-$150 اللي هم. بس الكاميرايات اللي بلشوا يطلعوا أسعارهم كتير مثل مثلا Contax T2, مثل أنا حاطت شوي مثلا GA645 حتى medium format عم نحكي amazing كاميرا هلا بحكي عنه. مثلا عندك G1 والG2, حاطت تما أنسى يعني الياشيكا T4, الأوليمبس Mew2. هلأ الميو 1 بعدها سعرها مقبول وتس جود, بس الميو 2 أسعارها صراحة غريبة, يعني عم توصل 1500 درهم, يعني يعني لو كانت جديدة بالعلبة بوقتها ما كان هلأ أدحقها. anyway, so هولي تفيدون لأنه هولي عم تشتروا قنابل موقوتة, ما بتعرفوا أي نهار تكبس والكاميرا بتكون ما رح تشتغل وخلصت وبتكون دافع كتير. so تجنبوا أكيد كل شيء point and shoot الغاليين, لانه هولي عم بيموتوا بلشوا ينتزعوا وصعب تزبيطهم كثير. هلا كمان في ميديوم فورمات مثل جي اي ذكرتها, في كتير كاميرات الكترونيك شاتر خطرين مثل جي اي. يعني انا مثلا صحلي الفوجي جي اي 645 وما جبتها, رحت باتجاه تاني اللي هو جي اس 645 اس مش حاطتها هون, او جبت اللي هي ميكانيكال, او مثلا الفوجي GW690, بس هي GS645 عندي اياها هونيك, اتس اقرب للجي اي, بس الفرق اتس ميكانيكال كاميرا وبتشتغل بلا بطاريه, واذا صار فيها اي اشكال هين كتير تصليحها, بينما الجي اي بتنتزع يعطيك العافيه راحت الكاميرا. كاميرات اللي اي ريكومند تجربوها مثل كل شيء ميكانيكال, مثل البنتاكس, هايدي سبوتماتيك SP500, عندك الـ SP1000, عندك الـ K1000, عندك الأوليمبس الـ OM1, في كتير options يعني كانون زيدا, الكانون F, مش الـ FE سيريز, كمان كتير منيح الـ FE عادة ما فيه مشاكل. أنا عندي الـ F3 كمان فيها electronic shutter, بس إنه الأفضل تروحوا بشي مثلا مثل الـ FM FM2 مثلا, او النيكون F الاساسية او F2. هولي ميكانيكال كاميرا بتجيبون تعرفوا انه رح يضلون عم يشتغلوا لوقت طويل, صار ما صار معهم ما في مشكلة بيتصلحوا ميكانيكال. Example of ميكانيكال كاميرا عندي مثلا Pentax 67 اللي هي من احلى كاميرات عندي تقريبا, بس عطول ضل منقص لانه it's not a mechanical camera. بينما كاميرا مثل المامية C3 عمرها يمكن 70 سنة الكاميرا, كانت بعدها بتشتغل كأنه جديدة. وآخر اكزامبل رح أعطيكم إياه هي الفويتلاندر بريليانت. هالكاميرا probably عمرها 100 سنة إذا مش غلطان, حوالي 100 سنة إلا. عامل فيديو عنها صراحة أنا ريفيو ومزبط فيها كم شغلة أنا, وعندي فيديو عامل فيها small photo shoot بالبيت just testing it out,
واللي بدي اقوله انه بعد 100 سنه وانا اكيد انه هالكاميرا مش معمل لها CLA ومش ما حدا يعني مزبطها او مهتم فيها مزبوط, يعني اجتني هيك ما لها كفر ما لها شيء, بعد الكاميرا it works properly مثل ما طلعت وعمرها 100 سنه. سو هذا الفكره اللي بدي اقوله عن بدي اساس جربوا تفادوا كل شيء electronic shutter وروحوا اكثر بكل شيء ميكانيكال, unless عبالكم تتسلوا بpoint and shoot بكاميرا منا غاليه مش اشكال, بس البريميوم بوينت اند شوت تفيدون اكيد, وكل شيء الكترونيك شاتر كمان تفيدون باي حال unless اذا عم تروحوا بشيء مثل اللايكا. لا اكشلي اللايكا في منهم يعني الكترونيك شاتر, بس اللايكا كلهم ميكانيكال. سو يعني قصدي كل شيء براندات بعد الشركه عم تهتم فيهم وعم بتصلحهم مش اشكال, يعني عرفت في 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 لايكاز اللي forgot the name صراحة اللي هي electronic shutter بعدها ممكن تقدر تزبطها. هلأ بتكلفك قد حقها exactly بس انه ممكن, بس غير كاميرايات avoid. anyways اذا واحد عنده اسئلة واستفسارات وعباله يشتري كاميرا وعباله يتحدث معي ويسألني وياخد رأيي بالموضوع اذا بهمه حطولي بالكومنتس down below, و please تذكروا to like share and subscribe it helps a lot. وهذا كان كل شيء لليوم, نشوفكم مرة الجاي. Cheers.